ذات صباح قال لي والدي: ابني ياسر، لماذا لا تذهب إلى مزرعة جدك؟ فأنت فنان وتحتاج لكي تبدع في الرسم إلى رؤية الطبيعة عن قرب. جهزت أغراضي وذهبت إلى مزرعة جدي. عندما وصلت رحب بي جدي: أهلا بك يا ياسر، أهلا أهلا. وجلست في ركن أستطيع من خلاله أن أستمتع برؤية الحيوانات التي كانت تسرح وتمرح أمامي. أخرجت أغراضي من الحقيبة وبدأت الرسم. رسمت حصاناً يمشي بخفة ورشاقة، وخلفه أرنب أبيض يجري، وشمساً مشرقة تضيء الكون. وبعد أن انتهيت من رسم اللوحة، شعرت بالتعب فغفوت قليلاً، ولم أصحو إلا على صوت جدي يوقظني ويقول: لقد تأخرت يا ياسر، اذهب إلى البيت قبل أن تغيب الشمس. وحين وصلت إلى البيت بحثت عن اللوحة فلم أجدها. قلت في نفسي: هل هربت الحيوانات التي رسمتها من الدفتر؟ بعد عدة أيام ذهبت لزيارة جدي، فوجدت اللوحة معلقة على الحائط، وقد وضعها جدي ضمن إطار أنيق. وكم شعرت بالسعادة حين تقدم جدي وربت على كتفي وهو يقول: أنت فنان ماهر يا ياسر،